سيداتي وسادتي، طابت اوقاتكم بكل خير. تحياتي من هنا من احد اهم التحف المعماريه بالتاكيد والملاعب العالميه، ملعب دائما ما يشهد مواجهات كبيره وكبيره جدا. الترقب، الشغف والاثاره تجتمع كل هذه المشاعر اليوم في المرحله الختاميه من دوري ابطال اوروبا. لدوري أبطال أوروبا، هذا النشيد الذي يأمل كل فريق أن يسمع في كل موسم أمام جماهيره. دقائق بسيطة هي كل ما يفصل بين هذين الفريقين وبين تسجيل اسم أحدهما في التاريخ بأحرف من ذهب. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار. من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة؟ من سيحقق هذه البطولة؟ ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد؟ تياغو موتا، تصدي رائع جدا من الحارس، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. دي ماريا ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. باريس سان جيرمان له الأسبقية في التسجيل. نيلسون سيميدو، ميسي يلعب كرة على اليسار، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يمرر كرة ولكن لويس سواريز، محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. تغيير اللاعب على الجناح، كرة طولية إلى الجناح. دي ماريا، تسديدة. إيدنسون كافاني، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا.
جوردي ألبا، ولمسة أخرى، لمسة في المساحة الخالية. داني ألفيس، ضغط قوي وينجح في استعادتها. لويس سواريز، موتا، نيمار قادر على ابتكار الخطورة، الفرصة من الجهة اليسرى، كافاني، إيدنسون كافاني، الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف. الكرة في شباك، الحارس مسكين غير قادر على فعل شيء أمام هذه التسديدة. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. الكرة ملعوبة من مسافة. دينيس سواريز، كرة طويلة وعالية. داني ألفيس يحصل على الكرة بشكل جميل. كافاني، لمسة بينية، تمريرة جميلة تخترق الدفاع. سامويل أومتيتي، راكيتيتش، كرة إلى الأمام، تغيير اللعب على الجناح. فيراتي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، إمكانية مرتدة الآن. نايمار، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. تياغو موتا، فاتت ومرت وصلت. نيمار، لويس سواريز، تياغو سيلفا يتسبب في خطأ. فيراتي، كافاني يلعب على أقصى الجناح، فرصة سانحة للتسجيل. نيمار، يا لها من كرة، كان هذا ليصبح هدفا جميلا. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. نيمار، ميسي يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. دي ماريا كان على وشك استغلال هذا الخطأ. إيدنسون كافاني، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. الكرة على الجناح، الله من أين لك هذا؟ ليونيل ميسي، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. لويس سواريز يلعب كورة، جول.
ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. خسر المواجهة أمام خصمه. يمر يلعب كرة بين إيدنسون كافاني. يا إلهي، جول! كانت اللمسة الأخيرة تدرس. يتقدمون بفارق هدفين الآن. ميسي، لويس سواريز، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كرة طولية من الحارس. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة، 45 دقيقة الأولى من المباراة النهائية، لنتابعها وإياكم الآن مشاهدينا. سنتابع المباراة الآن. جوردي ألبا، كرة على الجانب. جوردي ألبا يلعب ليونيل ميسي. نيمار يلعب كرة على الأطراف. لمسة في المساحة الخالية. راكيتيتش يستعيد الكرة سريعا. ميسي يلعبها لمنطقة الخطر، في طريقة إلى المرمى. هذه كرة دي ماريا. بوسكيتس يبحث عن المهاجم. كرة من جهة اليمين، ولمسة أخرى. نيلسون سيميدو نيمار يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. تياغو سيلفا يلعب كرة الجانب الأيمن، قد تكون هذه فرصته. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. موتا، دي ماريا مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. بإمكانه أن يسجل لكنه في الأخير فشل في ذلك. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة، لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. بيكيب، تغيير اللعب على الجناح. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الآن إمكانية المرتدة، تمريرة جميلة، كرة إيدنسون كافاني. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. يسدد الكرة، ومرة ثانية. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منه.
إجراء تبديل بحسب ما أراه الآن أمامكم هنا عند خط التماس. إنهم يتقدمون الآن بفارق مريح 3 أهداف. جوردي ألبا، كرة طولية إلى الجناح، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. داني ألفيس، موتا، كافاني، الكرة على الأطراف، لمسة في المساحة الخالية. باريس سان جيرمان يحصل على الكرة مرة أخرى، كرة إلى الأمام، لويس سواريز يمر يلعب كرة بينية. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة على الجانب، فرصة هجوم معاكس، 1-1، خطيرة ويمر. يبحث عن حلول، الكرة على الجناح، لمسة في المساحة الخالية. لويس سواريز يرتكب مخالفة واضحة جدا. كورزاوا، فيراتي، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. كرة على الأطراف، نيمار، بوسكيتس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. الحصول على مجد جديد والفوز بهذه الكأس الغالية. الأبطال يحققون الكأس اليوم، هذه بطولتهم بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم. هيا لنحتفل معهم. Thank you.